شوكي اللبناني. رح ياخذ اتصال كمان. الو سيمو، مساء الخير. نقطع الخط. فادي اهلا. يا هلا. يعني قلت لي قطعنا الخط الاحمر باشواط. انت متقاعد، رقيب اول متقاعد، رقيب اول متقاعد، وموجود اليوم مع هالشباب والصبايا على الارض. طبعا اكيد. ليش نزلت؟ نزلت قمت من نهار، قمت هيك من النوم لقيت حالي سياره عند ولادي بطلب الاكل على التليفون، بيجيني اوام مي كهرباء 24/24، شوفير تحت ايدين الست ام العبد، اولادي بيسافروا كل يوم على تركيا وبيجوا بنفس الطيار بنفس النهار. هذا نزلت زهقان من حياتي، يعني نزلت انه كل شيء مأمل لي نزلت. زهقان بعدك؟ ونسيت قلك كمان انه الحلقة بدينين ام العبد.